اهلا وسهلا بيكم. نعمل اول وصفه في حلقه النهارده اللي هي كيك شوكولاته والزبادي. ومقادير الكيك: 4 كوب دقيق، 3 كوب سكر، 1.5 كوب كاكاو، 2 معلقه صغيره بيكنج باودر، 1.5 معلقه صغيره بيكنج سودا، 1 معلقه صغيره ملح، 1 كوب لبن رايب، 1 كوب زبادي، 1 كوب زيت، 5 بيضات، 1.5 كوب زبده، 1 معلقه كبيره فانيليا، و1.5 كوب قهوة ساخنة. وبعدين عندنا فروستنج الشوكولاتة والزبادي، هيكون 5 كوب سكر بودرة، 1.5 كوب كاكاو، 1 كوب زبدة، 1.5 كوب زبادي، 1.5 معلقة صغيرة ملح، و2 معلقة صغيرة فانيليا. أنا